الخير إلى العناوين. الغذاء والدواء توضح السلوكيات الخاطئة في شهر رمضان. وماذا عن رفع سن التقاعد؟ الأستاذ إبراهيم العقيلي ينشر مقالا ويا هلا يناقشه في التفاصيل. والبطل صالح الجوزي ينقذ 3 أشخاص من الغرق. الحكاية كاملة معنا في أهلا. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. مع اقتراب شهر رمضان المبارك كثير من الحوارات والأحاديث تدور حول السلوكيات الغذائية الصحيحة والخاطئة في هذا الشهر، بين ما ينصح باستخدامه كنمط غذائي وبين ما يحذر من اتباعه أو طريقته في النمط الغذائي، بالذات مع تنوع وتعدد الأطباق والمأكولات في شهر رمضان المبارك. هذا العام وهذه السنة أحببنا أن نروح إلى جهة معينة، يعني في كل عام كنا نستضيف أحد الأطباء المتخصصين في التغذية ونتحدث معه. اليوم حبينا أن نغير وننوع وذهبنا إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء وتجاوب ومشكورين مع دعوة البرنامج. وضيفي الآن في الاستوديو الأستاذ مشعل المطيري، وهو المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر في الهيئة العامة للغذاء والدواء. أستاذ مشعل مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور، سعيد بتواجدي معكم. أهلا وسهلا. اليوم يمكن النمط الصحي الجيد معروف وبنتكلم عنه، لكن خلنا ناخذ أبرز الأنماط الصحية الغذائية الخاطئة اللي أنتم اليوم في الهيئة تحذرون الناس منها. طبعا جزء من دور الهيئة العامة للغذاء والدواء هي التوعية بنظام الغذاء الصحي بشكل عام وأيضا بشكل خاص في شهر رمضان المبارك. من ضمن النقاط والمفاهيم الخاطئة والعادات الغذائية الخاطئة في شهر رمضان المبارك، التركيز مثلا على وجبة الإفطار بتناول كميات كبيرة مثلا، وعدم توزيع الوجبات خلال ما بين الإفطار إلى السحور. أيضا من العادات الغذائية الخاطئة التركيز والإكثار من شرب المنبهات، القهوة والشاي، أيضا الإكثار من المقليات والإكثار من المشروبات السكرية. كل هذه العادات تعتبر من العادات الغذائية الخاطئة والتي قد يكون لها تأثير سلبي على زيادة الوزن وارتباطها بآثار سلبية على الصحة. طيب اليوم إذا أخذنا النقطة الأولى اللي ذكرتها، فكرة الإكثار أو المبالغة في وجبة الإفطار، وش المعدل الجيد اللي ينصح به في تقسيم الوجبات في رمضان؟ هو يفترض بعد صيام تقريبا حوالي 12 ساعة إلى 14 ساعة تقريبا خلال هذه السنة أنه يتم الإفطار على وجبة خفيفة، ويتم تقسيم الوجبات من 3 وجبات إلى 4 وجبات ما بين الإفطار إلى السحور، وتكون هذه الوجبات وجبات خفيفة. لأنه الإكثار من تناول وجبة الإفطار وكميتها تكون كبيرة، هذه بتأثر عن كل الجهاز، كل بالنسبة للجهاز الدموي يتركز على الجهاز الهضمي، ويحس دائما احنا نلاحظ في شهر رمضان بعد الإفطار كثير من الناس يكون عندهم شعور بالتعب، الصداع، لأن الجهاز الدموي مركز بشكل كبير على عملية الهضم. بس لما نقول وجبة خفيفة، يعني وش نقصد فيها مثلا؟ يعني على سبيل المثال كمكونات الوجبة الخفيفة نقصد فيها هي الكميات وليس نوع الغذاء. يعني يفترض البدء مثلا بالتمر، شوربة الشوفان، الخبز، أيضا نركز على الخبز البر، الخبز الحبوب الكاملة، أيضا في عملية استخدام السمبوسة مثلا وغيرها من المعجنات يفضل أنها تكون عن طريق الوسائل الآمنة مثل استخدام الشوي، استخدام الفرن، واستبدالها طبعا استبدال القليل بهذه الوسائل. فليست يعني المقصود يعني كلمة أنه وجبات خفيفة أنه وجبات معينة، هي المقصود فيها أن تكون كمية الأكل احنا نسميها البورشن سايز، تكون كمية خفيفة وليست كمية الكمية كبيرة. وآلية الإعداد وآلية الإعداد يكون وطرق الإعداد.
أي نعم. طيب النقطة الثانية اللي ذكرتها فكرة الإكثار من المنبهات، يعني ليش ذكرتها وربطتها برمضان مع أنه يمكن هذه الأشياء مستخدمة في رمضان وفي غيره؟ يعني طيب من ضمن العادات الخاطئة يعني كثرة تناول المنبهات، القهوة والشاي وغيرها، وهذه معروف أنها مدرة وتخرج السوائل بشكل كبير. أيضا في عادة غذائية مرتبطة فيها أو قريبة منها اللي هي شرب الماء فقط خلال وقت السحور، وعدم توزيع شرب الماء من الإفطار إلى السحور. فلذلك الحفاظ على توازن السوائل داخل جسم الإنسان لابد أن يكون في توازن في والله توزيع. هذه شرب الماء نقطة مهمة. أنت نعم. تقصد أستاذ مشعل أنه مثلا لا تكثرون وقت السحور، ولا تقصد أنه لا تربطوا بس بالسحور؟ هو لا يتم، يفترض أنه لا يتم ربطها فقط بالسحور، يعني نلاحظ أنه من الإفطار إلى وقت السحور ما يكون فيه شرب كمية كافية من الماء، وأنه قبل عملية الإمساك يتم شرب كمية كبيرة من الماء في هذا الوقت، فما تحقق الفائدة المرجوة من شرب المياه. طيب سؤال كذا بشكل واضح ومباشر، اليوم إذا واحد قبل أذان الفجر شرب كمية كبيرة من الماء، هو يشربها ليش؟ لأنه على أساس أنه ما يعطش أثناء اليوم. هل هذه تحقق هذه الغايه والهدف ولا لا؟ نبغى كلام علمي في الموضوع. الكلام العلمي انه بيتخلص منها الانسان بشكل سريع. شرب كميه كافيه في وقت واحد بتجعل الانسان يتخلص منها بشكل سريع. الافضل هو توزيع كميه الماء من الافطار حتى وجبه السحور. وبالتالي الشرب الكثير قبل الاذان هو طريقه غير صحيه. طريقه ابدا غير صحيه، ولن تحقق الفائده المرجوه من شرب المياه. طيب وش اللي مفروض يصير؟ انه يشرب بالمعدل الطبيعي؟ بالمعدل الطبيعي طبعا يبدا من وقت الافطار، بعد المغرب مثلا، بعد التراويح مثلا، ويحاول يوزعها خلال فتره ما بين الافطار وحتى وجبه السحور. طيب ايضا انت نبهت على نقطه المقليات وانه صحيح. يعني التخفيف منها. شوف احنا ما نبغى نكون تنظيريين جدا صحيح. ومن المهم انه نحذر من الاشياء اللي يجب الحذر منها، لكن انت عارف العادات صحيح. والتقاليد وطريقتنا في رمضان اليوم كيف انتم ممكن توصلون هذه الثقافه للناس؟ هل يجب انهم يقلعون تماما عن كل المقليات، ولا يقللون النسبه، ولا في طرق ثانيه؟ ايش بالضبط اللي ممكن توجهونه كرساله؟ هو من اصعب الاشياء اللي ممكن نواجهها هي تغيير السلوك الغذائي بشكل كامل. لذلك احنا نحاول قدر الامكان ان نغير من النظام الغذائي ليكون اكثر صحيه. فمثلا ذكرنا تقليل كميه الوجبات، ذكرنا بالنسبه للمعجنات نتكلم عن السمبوسه وغيرها من المعجنات، نحاول قدر الامكان ان احنا نستخدم وسائل صحيه، مثلا الفرن، استخدام الشوي بدلا من استخدام القلي. ايضا مثلا نتكلم عن القيمات وهي احد الوجبات الاساسيه مثلا في رمضان، استبدال الشيره مثلا بالعسل. نحاول ايضا تكون الكميه تكون محدوده، ما تكون كميه كبيره. المشروبات السكريه ايضا من ضمن العادات الغذائيه، اذا كان هناك رغبه كبيره من المستهلك انه يشرب المشروبات السكريه، قدر الامكان يحاول يخففها بالماء اكثر عشان تقلل كمية السكر. هذه قضية في كل رمضان تنبش موضوع المشروبات الرمضانية وفكرة احتوائها على السكر وغيرها، وانتم كان لكم توضيح العام الماضي في هذا الجانب. صحيح. اليوم هذه المشروبات تمام، هل انتم في الهيئة العامة للغذاء والدواء تنصحون بالابتعاد عنها نهائيا ولا لا؟ السؤال الثاني اللي يخصها ودي أخذ منك الإجابة وافية، هل هي اليوم آمنة صحيا ولا فيها يعني ضرر مباشر على الإنسان؟ طيب في فرق بين آمن وبين صحي. المشروبات السكرية احنا نقول هي آمنة، ونقصد بآمنة أنها لا تحتوي على مصادر خطر ميكروبي أو مصادر خطر كيميائي أو مصادر خطر فيزيائي. ميكروبي يكون في بكتيريا أو فيروسات وغيرها، كيميائي نقصد فيها أي مكونات مثل الأرسنك، الرصاص، أو أي متبقيات مبيدات، هذه كلها إحنا نصنفها عنها مصادر كيميائية. فيزيائي نتكلم عن وجود بلاستيك أو وجود، فهذه هي مصادر الخطر، هذه لا تتواجد في المشروبات السكرية، وبالتالي هي آمنة. فالمشروبات السكرية تعتبر آمنة، لكن في الجهة الأخرى هي لا تعتبر صحية، كون مكوناتها تحتوي على كمية عالية من السكريات، فلذلك استهلاكها مرتبط أيضا بزيادة الوزن، فهي آمنة لكنها غير صحية.
أتمنى أنها تكون وضحت يعني بالنسبة لي واضحة، وأتوقع حتى المشاهدين واضحة. هي آمنة لأن المكونات اللي هي مكونة منها ما فيها أشياء مضرة، وبالتالي هيئة الغذاء والدواء تجيزها. صحيح. ولكن إذا جينا لها من ناحية علمية وطبية، أنت تقولوا إن هي غير صحية لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر. لكميات عالية من السكر، صحيح. طيب كونها غير صحية، ما يتطلب منكم أنكم تأخذوا خطوة في الموضوع ولا لا؟ لذلك إحنا يعني طالما أنتم مقرين أنها غير صحية. هي غير صحية، لذلك إحنا نلزم بكتابة كمية السكر على البطاقة، كتابة كمية الطاقة أيضا على البطاقة، بحيث أن تكون واضحة للمستهلك، وأيضا من خلال التوعية. إحنا طبعا عندنا حملات بشكل مستمر، وأيضا في رمضان هذا العام عندنا حملات بشكل مستمر للتوعية بأن هذه المشروبات تعتبر تحتوي على كميات عالية من السكر. يعني هي استهلاكها مثلا مرة في الأسبوع لن يشكل ضرر إذا كان الإنسان عنده نشاط بدني، إذا كان الإنسان يحرق يعني السعرات الحرارية لن تشكل أي ضرر. إذا كان نظام الغذائي بشكل عام صحي وأخذها مثلا مرة في الأسبوع ما لن تشكل. ليش تقول مرة في الأسبوع؟ هذا المعدل الطبيعي لاستخدامها؟ هو لا يوجد معدل طبيعي، بسبب أن هناك اختلاف بين احتياجات الأشخاص فيما يتعلق بسعرات الحرارية، وأيضا هناك اختلاف في النشاط البدني. فمثلا الشخص الرياضي واللي عنده حرق بشكل كبير خلال اليوم، هذا بإمكانه أنه يستهلك يعني بشكل عام كمية أكثر من غيره في عملية السعرات الحرارية وأي غذاء آخر. طيب. لكن الشخص اللي لا يمارس رياضة ونظامه الغذائي غير يعني منضبط، فهذا المفترض أنه يبتعد عن المشروبات السكرية. طيب بعيدا عن كمية السكر فيها، في كلام آخر على المنكهات والألوان والصبغات اللي موجودة فيها، هل في شيء أنتم وقفتم عليه سواء سابقا ولا الآن مضر من ضمن المكونات الموجودة في المشروبات هذه؟ كل المواد المنكهة والمواد الملونة وغيرها من المواد اللي احنا نسميها مواد مضافة، أيوة، يتم تقييمها، وعندنا قائمة بهذه المواد. لا يسمح للشركات بإضافة أي مواد إلا بالمواد المسموحة طبقا للوائح ومواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء. وقولا واحدا، اللي موجود في السوق كله مطابق؟ أكيد. لا يسمح بوجود منتجات تحتوي على مواد مضافة غير مسموح بها في الهيئة العامة للغذاء والدواء. إذا أحد لاحظ شيء من هذا الكلام؟ طبعا إحنا عندنا وسائل تواصل بشكل مباشر من خلال حسابات الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا الرقم الموحد 149. طيب فيما يخص الوجبة اللي بين الإفطار والسحور، وش الموقف العلمي الطبي منها؟ يعني أنتم تنصحون بأن يكون في وجبة بين الفطور والسحور ولا لا؟ خلوكم فطور بكمية معقولة وسحور متزن. هو الهدف من توزيع الوجبات، لأنه الإنسان في حالة وصول الحد الجوع بشكل كبير، فإنه بيأكل كمية أعلى. فلذلك إحنا نحاول قدر الإمكان أن يكون توزيع الوجبات بشكل مستمر، يعني بشكل يعني متفرق خلال اليوم، لكي لا يكون هناك جوع كبير فيكون هناك أيضا أكل بكمية وبشراهة وبكمية عالية. فهذه هي الحكمة. الحكمة أنه ما نصل إلى مرحلة كبيرة من الجوع، لأنه يعني فترة وصول الإحساس بالشبع تأخذ وقت طويل، فالإنسان يأكل كميات كبيرة ما يعرف أنه وصل إلى مرحلة الإحساس بالشبع. طيب سؤالين أخيرة. الأول، وجبة السحور، إيش أهم الرسائل بخصوصها؟ وجبة السحور عدم تناول أغذية مالحة. طبعا الأغذية المالحة بتسبب العطش في نهار رمضان. التركيز على الأغذية الغنية بالبوتاسيوم، نتكلم عن التمر، البرتقال، الموز. البوتاسيوم له دور أيضا بالإحساس بعدم الإحساس بالعطش خلال نهار رمضان. النقطة الرئيسية أنه عدم إهمال وجبة السحور. في كثير من الناس، خصوصا أن السنة هذه يعني في مدارس وفي وعمل أيضا، فكثير من الناس قد يعني يهمل وجبة السحور. وجبة السحور تعتبر وجبة أساسية، ومن الأخطاء إهمال وجبة السحور. طيب ممارسة الرياضة في رمضان، دائما نسمع كلام كثير. صحيح. اللي يقول لك قبل الإفطار بنص ساعة هو أفضل وقت، واللي يقول لك لا بعد الفطور علشان تحرق وقبل السحور، واللي يقول لك بعد الفجر، واللي يقول لك لا ممكن. وين الوقت الأفضل اليوم لممارسة الرياضة أثناء رمضان؟ القاعدة الرئيسية الآمنة، ممارسة الرياضة بعد ساعتين إلى 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار. هذه القاعدة الآمنة. لكن بالإمكان للأشخاص الأصحاء الذين لا يوجد لديهم أي مشاكل صحية أن يمارسوا الرياضة
خلال وقت ما قبل الإفطار، وهذا الوقت يساهم بشكل كبير جدا في حرق الدهون. لكن ممارسة الرياضة في هذا الوقت لها ضوابط، يجب أن تكون مثلا شدة التمرين من خفيفة إلى متوسطة، عند الإحساس بالإعياء أو التعب يجب التوقف، نحاول قدر الإمكان أنه نقربها إلى وقت الإفطار، ما تكون مثلا في بداية العصر، نحاول قدر الإمكان تكون قريبة من وقت الإفطار. أيضا عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس. فلذلك هي القاعدة الأساسية بعد الإفطار بساعتين ثلاث ساعات، الأشخاص الأصحاء بإمكانهم قبل وقت الإفطار بوقت وجيز، بشرط عدم مثل ما ذكرت الثلاثة شروط، اللي هي عدم يعني شدة التمرين ما تكون مرتفعة، تكون متوسطة إلى خفيفة، وقرب الوقت من المغرب، وإذا شعر بالإعياء يقف. طيب أخيرا، التنوع في وجبة السحور كيف ممكن يكون؟ وش الأكلات اللي ينصح بها على السحور؟ وأنت يعني تقريبا يعني مطلع على ثقافتنا موضوع السحور. هو النقطة الأساسية الكمية، لا تكون كمية عالية. الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مهمة جدا، نتكلم عن التمر، الفواكه بشكل عام، البرتقال، هذه بتساعد بشكل كبير في عملية الإحساس بالشبع، بإحساس بعدم إحساس بالعطش خلال نهار رمضان. أيضا نحاول قدر الإمكان ما يكون في سكريات بشكل كبير، لأن السكريات أيضا لها دور في الإحساس بالجوع. هو اللي يجي أكثر شيء النشويات، يعني موضوع الكبسة وموضوع هذه يعني يمكن أكثر شيء يستخدم في السحور. ما فيها إشكالية أبدا، ما فيها إشكالية، بس الأهم الكميات، الأهم الكميات، ما تكون كميات عالية، وأيضا يكون متوافق معها الفواكه والخضروات. هو النظام الغذائي اليومي لابد أن يكون متوازن، فوجود النشويات لا يوجد منه ضرر، لكن الأهم الكميات، وألا نركز على نوع معين ونهمل أنواع أخرى. والله ممتاز، إجازة الكبسة للسحور أمر، بس مثل ما ذكرت الكميات هي الأهم. طيب الكميات، كل شوي أقول لك سؤال أخير معليش، بس أنه حديثك يعني مثير للأسئلة. الوقت اللي ينصح فيه بالسحور قبل كم من الإمساك أو من أذان الفجر؟ والله ما فيه وقت معين، لكن قدر الإمكان تأخير السحور هو أفضل، تأخير السحور إلى ما قبل الفجر هو أفضل طبعا. جميل جدا أستاذ مشعل، شكرا جزيلا لك ولمجمل هذه النصائح والرسائل والتوجيهات. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ مشعل المطيري، المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر في الهيئة العامة للغذاء والدواء. بلا شك أنه الأسئلة والاستفسارات كثيرة، لكن حاولنا أن نأتي على أهمها أو على أغلب ما يسأل الناس عنه. بعد هذا الفاصل مكملين معكم. حياكم الله مجددا في هلا. وفقا لما نشر في موقع أرقام حول استقصاء صحفي عنوانه هل ينبغي للدول رفع سن التقاعد لمواطنيها، كان هناك حديث كثير في هذا الاستقصاء الصحفي عن سن التقاعد في الدول، اختلاف السن ما بين الأعمار الشابة من عدمها، ما بين نوعية الوظائف وخلافها، تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع. يسعدنا أن نتطرق لها ونتعرف على وجهات النظر المختلفة فيه مع ضيف الكريم هنا في الاستوديو، الكاتب الأستاذ إبراهيم العقيلي. أستاذ إبراهيم مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور يا هلا. اليوم قبل ما ندخل إلى التفاصيل، إيش اللي يفرق بين دولة ودولة في سن أو في سن نظام التقاعد على مستوى العمر؟ يمكن المحدد الأبرز هو هرم هذا المجتمع أو شبابه، هذا هو المحدد الرئيسي والأبرز. يعني إنه كم نسبة الشباب من المجتمع؟ كم نسبة الشباب؟ وهل نحن نعرف أن هناك دولا أو دول في طريقها إلى أن تكون دول هرمة، بمعنى أن يغلب كبار السن أن يكون لهم الغالبية العظمى في المجتمعات. أما في دولنا فالغالبية الساحقة هي للشبيبة، نحن نتكلم عن الشباب من 35 سنة فأقل. والمملكة تصنف من الدول الشابة، الدول التي يغلب عدد أو نسبة عدد الشباب تفوق بكثير كبار السن. طيب في حال الدول الشابة كم السن المقترح للتقاعد؟
ليس هناك قانون واحد لكل الدول. اتفقت معظم الدول على سن 60، لكن هناك من بدأت الدعوات فيها تتصاعد لرفع سن التقاعد فوق 60 بأسباب الضمان الاجتماعي وصرف مستحقات التقاعد، وهو فيريدون أن يطيلوا العمر الوظيفي لكي لا يدفع للمتقاعد حقوقه التقاعدية مبكرا. طيب في نقطة ودي توضحها، تقول ويشير الخبراء في هذا المجال إلى أن أهم عامل يجب وضعه في الاعتبار هو مدى توافر وظائف لهؤلاء بين سن 60 و70 سنة بشكل طبيعي، وليس مد سن التقاعد فقط، بمعنى أن الوظائف لهذا السن يجب أن تكون مستندة على خبرات كثيرة. يعني ليش تكون في وظائف لهذا السن؟ يعني أليس من الأجل أنه خلاص يتقاعد في هذا السن وخلاص؟ لا، كلما تقدم الموظف في العمر كلما ارتفعت خبراته وزادت، لكن هناك وظائف ينبغي أن يخرج إلى التقاعد قبل حتى سن 60، لكن بعض الوظائف مثلا الأطباء المتميزون، الأساتذة الجامعات المبرزون، بعض الوظائف المهنية التي يصعب بناء خبراتها في الأعمار الصغيرة، مثل وظائفكم أيها الإعلاميون، يصعب البناء الإعلامي في مدد قصيرة. فلذلك تتصاعد مثل هذه الدعوات في بعض الدول، لكن في دولنا أو في منطقتنا الخليجية نعتقد أن الشباب أو مجتمعاتنا مجتمعات شابة، وأنت أمام مسؤولية توفير وظائف لهؤلاء الشباب، وإذا لم يخرج الكبار إلى التقاعد فأنت تكون أمام مسؤولية شح وظائف للشباب، فهي معادلة معقدة نوعا ما، لكنها ليست مستعصية على الحل. طيب أنا أبغى هذا الحل وباخذه منك، بس تسمح لي أخذ فاصل وأرجع أخذ معك الحل. فاصل ومكملين معكم. حياكم الله مجددا في هلا، الحوار ما زال مستمرا عن التقاعد ورفع سن التقاعد وفقا لما نشر في صحيفة أرقام من دراسة واستقصاء حول هذا الموضوع. أستاذ إبراهيم أرحب فيك معنا مجددا. يعني كما نشر أيضا، يعني أو من ضمن ما نشر وكتب في هذا الموضوع، حكاية أنه الفوارق اللي تكون على مستوى التوظيف، وانت ذكرتها قبل شوي، انه نوعية وظائف تتطلب انه يمد فيها ونوعية وظائف العكس تماما يبقى على السن. هل في نوعية ثالثة من الوظائف ترى انه ممكن يعجل بسن التقاعد فيها؟ بالتأكيد الوظائف التي لا تتطلب مهارات متراكمة، وظائف التي تسمى وظائف عادية، يسهل على معظم الناس القيام بها، ليست مبنية على تراكم خبرات وتجارب لا بد منها، هذه من الممكن أن يخرج موظفوها إلى التقاعد من 50 إلى 55 مثلا، ويمارس حياتهم، وممكن ينضموا إلى أعمال أخرى تتناسب مع رغباتهم إنهم رغبوا. لكن ما نتحدث عنه أن هناك مهن وخبرات ومهارات ينبغي عدم التفريط بخبرائها. الطبيب كلما زاد عمره كلما زادت خبراته. طيب اليوم أستاذ إبراهيم كيف نوازن بين الفكرتين اللي تقولها، بين فكرة أنه يجب أنه في المجتمعات الشابة أنه يكون التقاعد موجود عشان نستحدث وظائف، وبين فكرة لا أنه حافظوا على الخبرات؟
أن يتم تصنيف الوظائف إلى وظائف ذات مهنية عالية وتتطلب خبرات متراكمة. أيضا من الممكن أن يصار إلى تعديل سن التقاعد مع الإبقاء على الخبراء عبر إحداث إدارات للمستشارين والخبراء. ما المانع أن نفكر جديا في أن يكون لكل وزارة ولكل هيئة ولكل جهة إدارة للمستشارين الذين بلغوا من 55 فما فوق، فمن أراد أن ينضم منهم إليها له ذلك، ومن أراد أن يستقل بحياته ويخرج للتقاعد فهو في الخيار وهو حر باتخاذ القرار. لكن هناك من يصلون إلى سن التقاعد ولديهم طاقات كبيرة وخبرات تراكمية ينبغي عدم التفريط فيها، وهم راغبون. المعول الرئيسي في كل هذا رغبة المتقاعد في الاستمرار من عدمها. فكرة الاستشارة اللي تقولها أنت تقصد منها أنه نستفيد منه ومن خبرته، وفي نفس الوقت ندع مجال توظيفي للشباب. أي أن يصار إلى تحويل الوظائف إلى الشباب وتغيير مسمى وظائف هؤلاء إلى وظائف مستشارين. طيب موجودة هذه اليوم في أكثر من مكان يعني. لكن ليست بالتقنين الذي أنا أعتقد أن يكون في كل جهة إدارة خبراء ومستشارين، بحيث أن من بلغوا سن التقاعد لهم الخيار أن ينتقلوا إلى إدارة الخبراء والمستشارين أو يخرجوا إلى حياتهم الخاصة بعد التقاعد ويتمتعوا بما بقي من أعمارهم. طيب أستاذ إبراهيم، أباخذ اقتراحك الآن بالنسبة للوظائف اللي قلت أنه إحنا نحتاج إلى الخبرة فيها زي الطب والتدريس وغيرها بالذات في الجامعات والمميزين منهم، كم إلى سن كم تقترح أن يرفع التقاعد فيها؟ هو الآن السن 60. نعم. كم؟ من الممكن أن يصار إلى رفعه إلى 65، وقد يتاح في النظام التمديد إلى 70. طيب. لكن هذا يكون رهنا برغبة وقابلية وقدرة هذا الطبيب أو هذا الأكاديمي على الاستمرار، رغبته. كل العملية تنحصر وتتوقف عند رغبته في أن يستمر أو يفضل الخروج للتقاعد. نعم. طيب العكس الوظائف اللي تشوف أنه ما فيها تطوير ويعني تقف مهاراتها عند حد معين، هذه هل تقترح أنه يظل سن التقاعد لها 60 ولا يقلل؟ 55، أعتقد أن 55 هي الأفضل. طيب 60 تبقى لمن؟ 60 تبقى لمن قلنا أنهم مهن النوعية ومن يمكن أن يستعان بهم بعد 60 كخبراء ومستشارين. إذن تبقى 60 كما هي. أيوة. ويضاف خيار للزيادة. أي نعم. أستاذ إبراهيم شكرا جزيلا لك لحضورك معنا. العفو. أشكر كثيرا الأستاذ إبراهيم على كل هذا الثراء حقيقة اللي يعني دائما يكرمنا بتجاوبه وفقا لما نشر في صحيفة أرقام وما تحدثنا عنه، وبكل تأكيد وجهات النظر في هذا الأمر كثيرة جدا. بعد هذا الفاصل ألقاكم. حياكم الله مجددا في أهلا. في واحدة من قصص البطولة التي تستحق أن تروى وأن نقول لصاحبها شكرا، البطل صالح الجوزي من مركز الجوزي استطاع أنه ينقذ 3 أشخاص من الغرق بعد أن تحطم قاربهم. واحدة من القصص الملهمة، يعني أول شيء الحمد لله على سلامتهم جميعا، وثانيا كل الشكر والتحية حقيقة والتقدير لإنقاذ الأستاذ صالح لهؤلاء الأشخاص. بكل تأكيد أنه وراء عملية الإنقاذ وفي الكواليس قصة كبيرة وإنسانية وشجاعة وتستحق أن تروى، ولذلك يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ صالح الجوزي. أستاذ صالح مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. وش اللي صار؟ يا ليت تحكي لنا بالتفصيل. والله أنا كنت في المركز حقي تبعي على الشاطئ عند المركز، في
في شباب اصحابي يعني كانوا جايين من البحر تو طالعين من البحر. ايه ولحظتها كنت متواصل معاهم على اساس قالوا لي انتظروا كذا واشيل معاهم اغراض وكذا اساعدهم. نعم. فتاخروا علي شوي كذا انا جلست اتصلت عليهم رجع كلمني صاحبي قال لي جاء في وقت يعني ابني ذمته فاحنا غرقنا احنا صار كذا والقارب نزل في المويه. وعلى طول انا توجهت لعرف الحدود لانه جنبي طبعا. وهم بدورهم والله ما قصروا لكن انا القارب تبعهم كان جوا دوريه طبعا ما تكون ثابته يعني في مكان معين. فما في وقت يعني عشان ينتظر ويجي القارب وكذا. ويكون عندي رخصه قياده بحريه انا اخذت قاربي وعلى طول اتجهت الموقع اللي هم اخر مكالمه فيه كان يكلمني صاحبي. عليهم حالة صراحة يرسلها يعني. ويدوب وصلت هناك حصلت واحد من الشباب يعني كان مغمى عليه آخر الحراس يعني. والحمد لله توفيق من الله أن ننقذهم وكذا يعني. وش اللي صار وش اللي صار لقاربهم؟ لحد الآن والله ما في خبر أكيد عنه لأن القارب مغبور بعد في الموية. احنا بنحاول نطلع اليومين هذه الجاية ونعرف بعدين السبب يعني. طيب هو احتمال كبير انه يكون في سفر اسفل القارب لانه لو في سفر اسفل القارب في المويه فيسفل القارب ينزل على طول. لو في ايش عفوا الصوت ما هو واضح؟ لو في سفر اسفل القارب يعني مثلا اي مثلا صحيح كذا لكن يدخل المويه معه. اي نعم. لكن الثلاثه كيف حالتهم؟ كيف صحتهم؟ الحمد لله حاليا يعني ايوه ولا وقت الحادثه؟ لا حاليا الحمد لله هم طيبين وبخير ورمتنا معهم وامورهم الحمد لله طيبين مره جدا. حكيت وقت الحادثه كانوا حكيت نعم؟ معهم عن اللي صار؟ اي طبعا. ايش قالوا طيب؟ ايش السبب؟ هم اللي حس برضه ما يدروا يقولوا فجاه كذا توقف المركب والكهرباء انقطعت من المواطير من المحركات وعلى طول انغمر اخر خمس ثواني وانغمر في المويه على طول. يعني دوب لبس السفر وكذا. طيب الحمد لله ان السفر ما قريب منه. طيب اثناء ما وصلت لهم كيف كانت حالتهم؟ بصراحه واحد منهم مغمى عليه. لانه شرب مويه لانه لابس الستره نص في جسم في ستره والنص الاخر ما في ستره يعني. فجيت عليه يعني مره صراحه وكلهم المشكله انهم ما يعرفوا يسوقوا. نعم. طيب أستاذ صالح أنا استأذنك أنك تبقى معي على الهاتف فبطلع فاصل وأرجع أكمل معك حواري. حياكم الله مجددا في أهلا. نتحدث عن واحدة من قصص البطولة والشجاعة اللي كان بطلها صالح الجوزي واستطاع أنه ينقذ ثلاثة أشخاص من الغرق بعد حدوث مشكلة في قاربهم في مركز الجوز. أرحب فيك مجددا أستاذ صالح. أبسألك عن يعني هل تتكرر مثل هذه الحوادث يعني في المكان هذا ولا لا؟ والله بصراحة هو نادر يعني ما تحصل يعني زي كذا لأنه عاش يعني ترحب في الحدود والصيانة والزامنا بالصيانة واهتمامنا بالقوارب وكذا يعني هم مهتمين معنا في الأشياء هذه لكن نادرة تحصل يعني وأحيانا من الكوارث الطبيعية تحصل مثلا الأمواج يقلب المركب هي يعني كل ثلاث سنة تقريبا تحصل ثالثة واحدة. نعم. طيب ودي يعني إذا تذكر لنا أول حوار أول شعور كان بينك وبينهم بعد ما استفاقوا وتمت عملية الإنقاذ بالكامل وش اللي دار بينكم؟ والله بصراحة كان موقف صعب جدا يعني كان لحظة يعني حزن كلها يعني بكاء وأحضان والواحد كان يعني بفارق الحياة يعني كل اللي يذكر شريط حياته يعني في هذه اللحظه ووقت وصولي انا يعني كان كلهم منهارين يعني لما طلع القارب ريح كل اللي يضم فيه ويشكر يعني الحمد لله كان شعور فضولي كان جميل جدا يعني من الله وفضلي اني اكون الموقف لهم
الحمد لله بفضل الله ثم انتباهك وشجاعتك. اخيرا استاذ صالح، كم الوقت اللي قضوه ما بين مشكله القارب حتى وصولك لهم؟ 9 دقائق انا وصلت لهم. 9 دقائق تقريبا الى 10 دقائق. هم بينهم بين المركز كان تقريبا 4 كيلو 5 كيلو، والمياه تحتهم كانت تقريبا 30 متر. طيب بحكم قربك من المكان ومعرفتك بأهم الأشياء، قل لنا كذا نصيحة أخيرة للناس اللي جالسين يسمعوننا الآن وبينزلون للبحر، يعني وش الأشياء اللي لازم ينتبهوا لها حتى لو لا قدر الله صارت إشكالية يعرفون يتفادوها؟ صراحة أهم حاجة طبق النجاة يكون متوفر، لأنه مهم وصراحة مرة مهم، وأكبر ذلك رب الحالة الغرق الأخيرة هذا. ثاني شيء كل واحد يعني قبل صيانة في جهة المركز يسوي صيانة دورية، وعندنا ما شاء الله القيادة برضه تهتم بهذا الموضوع مرة تهتم، يعني ما نطلع من المركز إلا أدوات السلام موجودة، الطور كل اللي لابسه طوق النجاة، والحمد لله يعني إن شاء الله الأمور بإذن الله تكون أفضل، إن شاء الله ما تستمر مسار الأشياء. الحمد لله. صالح الجوزي شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا، شكرا لشجاعتك حقيقة في إنقاذ هؤلاء، شكرا لانتباهك إلى الموضوع ومبادرتك إليه، يمكن دقائق بسيطة لكنها فرقت في حياة 3 أشخاص. اليوم النماذج اللي مثل صالح وغيره حقيقة أنهم من الأشخاص اللي إحنا نفخر فيهم كثير ونباهي بما يعملون ونعتز باللي جالسين يقدمونه. هذه المواقف الشجاعة تحول من حال إلى حال، يعني من حال يأس إلى شبه موت إلى غرق إلى يعني إنقاذ وحياة كاملة، ولله الحمد والمنة. شكرا لصالح، وأنا بشكل شخصي أشكر الأستاذ حسن السميري اللي تواصل وأوصل لنا هذا الموضوع، والله يحفظ الجميع دائما، ونأخذ بالنصائح اللي قالها صالح، يعني سواء في البحر ولا في الرحلات البرية ولا في كل مكان، الاحتياطات اللازمة دائما بعد قدرة الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تنقذ. الشكر الحقيقي لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحوا على خير.